المنقوع الجميل ده والحجرة اللذيذة دي هتخلصنا تماما من تشققات ومن خشونة الكعبين. حط لايك وتابع معايا الفيديو ان شاء الله ينال اعجابك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا ومرحبا بكم جميعا. يا رب تكونوا باحسن صحة وباحسن حال ويسعد مساكم اينما كنتم. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النهاردة ان شاء الله جاي لكم بحاجة جميلة جدا. الناس اللي هي في الشتاء عندها خشونة في القدمين، عندها تشققات في الكعبين، النهاردة ان شاء الله بوصفة النهاردة جميلة ولذيذة وبسيطة، النهاردة نتخلص من كل ده. كل اللي احنا محتاجينه مكونات بسيطة، محتاجين مية، محتاجين خل الطعام، ومحتاجين غسول الاسنان او المضمضة، محتاجين كمان زيت زيتون، ومحتاجين حجر القدمين او حجر الاقدام. تمام. الطريقة بسيطة، دي بتختلف عن الطريقة اللي سبق وانا عملتها معاكم، يعني كل واحد المتاح عنده طبعا يقدر يعمله. ولكن عزيزي المشاهد لو اول مره بتزوروا القناه فضلا وليس امرا قم بالضغط والاشتراك وتفعيل علامه الجرس ليصلك كل جديد، لايك وشير للفيديو اذا عجبك. اول حاجه بنجيب ميه دافيه، لازم تكون دافيه، تمام، وبنضيف ليها كوبايه خل الطعام الابيض. اللي هيقول لي خل الطعام او خل التفاح، لا انا مش عايزه خل التفاح، تمام، انا عايزه خل الطعام الابيض اللي هو الخل اللي احنا بنشرب بيه عادي. وعايزين اي نوع مضمضه عندك، تمام، هناخد من المضمضة كوباية كمان، بس لان هنا ده مش طبق كبير فالمكيال هيكون صغير. يعني لازم بقول تاني ان المية تكون دافية. بعد كده بقوم بنقع الاقدام فيها. هتقومي بنقع القدمين نص ساعة كاملة. بعد ما تطلع بتطلع القدمين على رجلك وتحطي من تحتهم فوطة، وتبتدي انك تشيلي الجلد الميت او تزيلي عملية الخشونة الموجودة في الكعبين بشكل امن. بتزيليها يمين وبتزيليها شمال، تمام، وبتشطفيها بمية دافية تانية، وبتجيبي زيت الزيتون وبتحطي كمية اهو، بس دي كمية كبيرة، وبتبتدي تدعكي القدمين من تحت بشكل بسيط ومبسط. بعد ما بتدعكي القدمين من تحت بشكل بسيط ومبسط، بتلبسي عليهم شراب عادي جدا وبتنامي. مش عايزين اكتر من كده، من اول مره بتخلصك نهائيا ان شاء الله من خشونه القدمين او التشققات الموجوده. لو عمليه التشققات عندك كبيره وغويطه، يبقى هتكرر العمليه دي مرتين في الاسبوع لما توصلي النتيجه اللي ترضيكي. ممكن جدا استبدال زيت الزيتون باي مرطب عندك، او كريم كربامايد او كريم بنسلين كريم، يعني ما فيش مشكله من تبديل زيت الزيتون. ولو هتحطي خل التفاح مكان الخل الابيض، يبقى مش هتحطي كوبايه خل ابيض على مقدار الميه اللي انت هتحطيه في الطبق عندك، هتحطي نص كوبايه فقط، لان خل التفاح مركز بدرجه 5% فهو اقوى بكتير من خل التفاح، من خل الاكل الابيض. يا رب اكون قدرت افيدكم ولو بجزء بسيط. متابعين الكرام، انتظروا ان شاء الله مني المزيد والمزيد. دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.